أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني. نحكي على الزيارات الأخيرة اللي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الخارج، حصيلتها وشنو اللي نستناو منها وكيفية تفعيل هذا الكل مع ضيفي في هذا الجزء وليد الحجام الملحق بدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. مرحبا بك وليد الحجام، شكرا لك على تلبية الدعوة. قبل ما نبدأ في النقاش، تقرير لرحاب حوايط ثم نعود. أنهى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الجمعة المنقضي زيارته إلى بروكسل في إطار مشاركته في القمة الثانية تونس الاتحاد الأوروبي، وهي الزيارة الأولى إلى هذا البلد والخامسة على مستوى رئاسة الجمهورية بعد زيارتين إلى فرنسا وأخرى لمصر وليبيا. زيارة حملت طلبا من سعيد بإعادة جدول الديون تونس لدى الاتحاد الأوروبي وتحويلها إلى استثمارات، ووعدا من رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي بدعم اقتصاد تونس ومساعدتها على جذب الاستثمارات والخروج من الجائحة والترفيع في حصة المنح المخصصة للطلبة التونسيين للدراسة بالجامعات الأوروبية. زيارة تتزامن أيضاً مع زيارة رسمية أدها رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى كل من ليبيا وقطر وأخرى مرتقبة إلى جنيف، اتهم فيها رئيس الدولة بتعطيلها وبمطالبة السلطات القطرية والليبية بعدم التعامل مع الحكومة التونسية، نقلاً عن رئيس مجلس شورى حركة النهضة. كما تنتقد أطراف سياسية ضعف التحرك الدبلوماسي لرئيس الجمهورية اللي أقلع إلى 4 دول منذ توليه الحكم في 23 أكتوبر 2019، خاصة وهو المكلف بالدبلوماسية والعلاقات الخارجية. وليد الحجام الملحق بدائرة الدبلوماسية لرئاسة الجمهورية، مرحبا بك من جديد. قبل ما نبدأ بمخرجات زيارة الرئيس الدولة لبروكسل مؤخرا، نداء أكيد سمعته أنت في الكواليس، سي جابر بن عطوش رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة ومن خلاله مهنية القطاع، يوجه دعوة عاجلة لرئيس الجمهورية ولوزير الخارجية للتدخل في هذا الملف اللي هو اقتصادي سياحي بامتياز ووطني. علاش؟ لأنه يقول أنه جزء من الأسواق السياحية الخارجية راهي بيد رئيس الدولة اليوم، يجب على الرئيس أنه يستقبلنا يستمع لنا ونلقاو حل للموسم هذايا اللي راهو إذا كان ما ناخذوش فيه إجراءات عاجلة راهو باش يمشي علينا، ويقول راهو توا قادرين باش نجيبوا ما بين 700 ألف و 900 ألف سائح إذا كان نبدأ فيها عاجلا الإجراءات هذه. شكرا جزيلا. والله سمعت السيد، وهو طلب مشروع جدا ومقبول، وإن شاء الله بقدرة ربي يعني الصوت يوصل إلى سيادة رئيس الجمهورية، وما نعتقدش أن سيادة رئيس الجمهورية باش يبخل على مدد المساعدة وتوجيهاته لوزارة الخارجية وللدبلوماسية التونسية، ولو أني لا أشك لحظة أن الدبلوماسية التونسية وسفاراتنا في الخارج قاعدة تقوم بعمل جبار في هذا الاتجاه، ولكن فما الكثير من الظروف يعني المادية والبشرية اللي تخلي مجال تحرك وقدرتها على استقطاب السياح محدود، ولكن على كل حال هذا طلب مشروع وسيدرس بإذن الله. شكرا لك وليد الحجام، هذه الرسالة الأولى. خلينا نجيو للزيارة الأخيرة في إطار القمة الثانية لتونس الاتحاد الأوروبي. رئيس الجمهورية اللي كان التقى كبار المسؤولين هناك، درسوا العديد من الملفات وقابل حتى رئيس البرلمان الأوروبي، رئيسة المفوضية الأوروبية، رئيس المجلس الأوروبي. حصيلة المفاوضات هذه وخاصة هل باش تكون لها انعكاسات على المفاوضات اللي تجريها بلادنا مع المانحين الدوليين وأيضا في علاقة بجلب التلقيح لبلادنا؟ شكرا. فعلا إضافة للأسماء اللي ذكرتها، كان فما لقاء مع سيادة رئيس الجمهورية برئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وهذا مهم جدا باعتبار أنه زيارة سيادة رئيس الجمهورية تدخل في إطار ما يسمى بالدبلوماسية والاقتصادية، ولو أنه مفهوم كبير ياسر، ولكن على كل حال في هذا الإطار يمكن إدراج زيارة سيادة رئيس الجمهورية. أيضا كان فما لقاء مع أو كان فما تركيز لمجموعة أصدقاء تونس في البرلمان الأوروبي، وهذه اللقاءات هذه والعملية هذه عندها العديد من التأثيرات والدفاعيات الإيجابية على تونس على العديد من مستويات. سياسيا اولا فما نوع من اللوبينج اللي تم خلقه وتجديده في على مستوى مؤسسات الاتحاد الاوروبي، وخاصه كما قلت لك هذه مجموعه اصدقاء البرلمانيين اصدقاء تونس في البرلمان الاوروبي اللي ينتميوا لمختلف الاحزاب السياسيه الممثله في البرلمان الاوروبي، وهذا مهم. ثانيا على المستوى الاقتصادي، طبعا سياده الجمهوريه كما جاء في التقرير طلب اعاده يعني تحويل الديون الاوروبيه الى استثمار
في تونس والمساعدة على الإنعاش الاقتصادي وخلق مواطن الشغل وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هي تعتبر القاطرة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهذا زاد على الجانب الاقتصادي. كان فما زاد باش تكون فما تداعيات على مستوى تلقيح كوفيد، لأنه في المحادثات نتاع سيادة رئيس الجمهورية كان تأكيد على تداعيات هذه الأزمة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا على تونس. والاتحاد الأوروبي جدد التزامه في إطار مبادرة كوفاكس بأنه باش يدعم ويمول جهود تونس على مستوى توفير اللقاحات، وليس فقط على مستوى توفير اللقاحات ولكن أيضا على مستوى إدارة التسريع بالضبط، ولكن أيضا وحتى على إدارة الأزمة، لأنه هناك مشاكل يعني ليس فقط اللقاحات ولكن كما نشوفوا مثلا الأكسجين صار لنا مشكلة نتاع الأكسجين، وكان فما تدخل من سيادة رئيس الجمهورية وتم جلب يعني 3 وحدات نتاع أكسجين باش يتم وضعهم في مستشفيات جهوية تونسية، هذا في إطار إدارة أزمة الكوفيد بصفة عامة ليس فقط على مستوى اللقاحات. فما زادت أيضا تم إثارة موضوع الهجرة غير النظامية، وهذا مهم جدا أيضا باعتباره أنه هناك فكرة سائدة وأنه تونس باش تكون جدار صد للهجرة غير النظامية في اتجاه أوروبا، وهذا ما نفاه سيادة رئيس الجمهورية وأكد على أنه العملية لا يجب أن تكون عملية أمنية فقط ولكن تكون مقاربة شاملة، وهناك تفهم أوروبي للموقف التونسي وتعاون في هذا المجال. أيضا على مستوى الشباب، وهذا مهم جدا زاد الشباب خاصة على مستوى يعني الهجرة غير النظامية وتشغيل الشباب وخلق مواطن شغل وتوفير فرص للدراسة في الجامعات الأوروبية. كل هذه الفرص سيد وليد الحجام مربوطة بمناخ معين، مناخ استثمار معين يجب أن يوجد في البلاد التونسية لجلب المستثمرين ولجلب ولإقناعهم بالقدوم إلى تونس وللاستثمار وما إلى ذلك. لكن اللي يشوف بلادنا من الخارج وحتى كي نحكيه على المانحين الدوليين وناخذ هوني نموذجا يغزروا للمناخ الغير مستقر، يغزروا للمناخ السياسي، يغزروا للخلافات والقطيعة اليوم اللي ما بين رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، الشعب. اليوم كي نشوف حتى تويت لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يقول انه برشا حاجات ممكنة مع تونس لكن هذايا الكل رهينة حوار سياسي هادئ. حوار سياسي هادئ وقاعدين نشوفوا فيها التغريدة هذه سولا باس باغ ان ديالوغ بوليتيك ابيزي. اليوم نلقاو حتى الأنظار إلى هذا المناخ السياسي غير المستقر في بلادنا، وهذا يجي تقريبا بعد 48 ساعة من مغادرة رئيس الجمهورية لبروكسل. كيف نظرت وتعاملت وتعاطت رئاسة الجمهورية مثلا مع تغريدة ما تجيش من نامبورت كي، مع رئيس المجلس الأوروبي اللي كان وقابله وكانت ليه محادثات مطولة مع رئيس الجمهورية هناك في بروكسل؟ شوف التغريدة هذه يسأل عليها الرئيس المجلس الأوروبي اللي صرح بها، ولكن نحن اللي نقوله واللي نأكدوا عليه واللي متأكدين منه أنه صار في زيارة بروكسل أنه المواضيع الداخلية التونسية لا تناقش، وهذا مبدأ موش جديد، مبدأ موجود في السياسة الخارجية لتونس وفي تطبيق سيادة تونس في الداخل والخارج. تعتبروه تدخل هذايا مثل هذه التغريدات في الشأن الداخلي التونسي؟ أنا ما نحكيش على التغريدة هذه، نحكي بصفة عامة أي تدخل وأي رأي في السياسة الداخلية التونسية مرفوض من أي جهة كانت، معناها من أي شريك مهما كانت مرتبته في درجة الشراكة معنا في تونس، نحن لا نقبل بأن يتدخل في أمورنا الداخلية أي طرف كان مهما كان هذا الطرف، مثل ما نحن لا نتدخل في شؤون الداخلية للدول. هذا مبدأ عام في السياسة الخارجية ما فيهش نقاش، نحن نتبقوا فيه ونطالبوا الجميع باش يتبقوا. فما فماش الموضوع هذا، نقول أنه الموضوع سيادة رئيس الجمهورية لما تحول إلى بروكسل تحول في إطار قمة تونس والاتحاد الأوروبي التي لم تعقد منذ سنة 2016، وهذا مهم زادة لأنه شوف عندنا 5 سنين القمة هذه نورمالمون تصير كل عام، عندنا 5 سنين ما صارتش القمة هذه أنها تنعقد في ظرف 24 ساعة أقل من 24 ساعة يكون هذا النشاط المكثف لسيادة رئيس الجمهورية في واللقاءات العديدة مع العديد من المسؤولين. هذا يدل على احترام متبادل، ونحن نتعامل مع الدول ومع الهيئات الدولية على أساس الاحترام المتبادل. هل ناخذ نموذج من التصريحات الداخلية تقول لي احنا الـ مع الأطراف الخارجية ربما الشأن الداخلي يبقى موضوع الأطراف الداخلية اللي تمثل تونس؟ اليوم تصريحات في الفترة الأخيرة عشنا على وقحة من قياديين في أحزاب كبيرة لا سيما حركة النهضة، واللي أصاب على الاتهام توجه مباشرة لرئاسة الجمهورية لديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لعرقلة التعامل مع الحكومة التونسية ومع رئيس الحكومة التونسية مثلا في زيارته الأخيرة لقطر، وقبلها كان حديث زادة على ليبيا. أنتخطان
شفنا صمت من رئاسة الجمهورية على اتهامات تعتبر خطيرة عند الرأي العام التونسي، والرأي العام التونسي بدوره يحب يسمع من الطرف الآخر المعني بالأمر اللي هو رئاسة الجمهورية. كيفاش لقيتوا الاتهامات هذه يا وليد الحجاب؟ شوف يا ملك، إذا باش نقعدوا كل اللي نسمعوا فيه ونقرأوا فيه في الفيسبوك ونسمعوا فيه في الشارع ردوا عليه، راه مش باش ناخفوا ومش باش نخدموا. فلذا فما خيار، يلزمنا نعملوا أشواء، يا يعني نخدموا على رواحنا ونسكر شويه وذنينا، مش بصفه عامه، لكن نسكر شويه وذنينا ونخدموا على رواحنا ونقدموا، يا يعني نقعدوا نتبعوا في الكلام منا ومنا والتاثيرات. لكن الصمت وليد الحجاب نجم نقول لك هو سلاح ذو حدين، بما انه ينجم يفتح الباب امام اشاعات وفرضيات وتاويلات من جانب من الراي العام التونسي، وبالتالي تؤديه الى مغالطات. صحيح. بهذا الصمت صحيح. اما قلت لك انا فما ان اكيليبغ فيها، فما يلزمنا نوازنوا في مستوى تدخلاتنا، في مستوى البلاغات اللي نصدروا فيها، يعني مش باش نقعدوا كل يوم بلاغ حتى قيمه البلاغ تفقد قيمته وتفقد مرجعيته. اتهامات خطيره راهي. على كل حال بالنسبه للاتهامات ذكرت هذيه وكنا ردينا عليها ونعاود نرد عليها عندكم هنا في البرنامج هذا، راهو لا هي من عاداتنا ولا هي من تقاليدنا ولا هي من تربيتنا ان نقوم بمثل هذه الاعمال المشينه والتي ممكن نصفها بكل الاوصاف، لاننا في رئاسه الجمهوريه لا رئيس الجمهوريه ولا الديوان الرئاسي بوزيرته وباعضائه قاموا ولا عندهم نيه باش يعارقوا. مش معقول هذا راهو الكلام قال هذا يا الملاك، راهو ديبلوماتيك مو انكوريكت. علاش؟ على خاطر قاعدين نحرجوا في دوله اخرى، نقولوا لدوله اخرى راهو فما شكون في الديوان الرئاسي في دوله ما قاعد ياثر على قرارك السيادي، قاعد يقول لك عاون هذا وما تعاونش هذا. الدوله الاخرى راهي اي دوله، ما نذكرش الدول، ولكن دوله اخرى اذا باش تعاون تونس راهي عندها مصلحه، ماهيش معناها سي با ان دو، ماهيش مهيبه، ولكن هذا فما تعاون غانيون غانيون. اذا انا باش نجي نقول لها لا هي عندها مصلحه هي في العمليه هذه، فكيف لها انت تأثر بقرار؟ ثم مرة حاجة أخرى أقولها لك، راه حتى لو كان فرضا الكلام هذا صحيح وصار وهو اللي ما صارش ونأكد وننفيه تماما، حتى فرضا أنه صار، راه عيب باش نبداو نحكيو على بعضنا حكاية معناها مؤسسة الدولة. أنا ما نحكيش على الأشخاص، نحكي على مؤسسة الدولة. وثالثا التصريح هذا ما صدرش عن مؤسسة الدولة، نحن دولة ونحن مؤسسة الدولة، ولما تتحدث مؤسسة الدولة عن هذا الموضوع سيكون هناك رد. ولكن هذه الأحاديث تقول يقولوا عليها أشخاص ولا بصفتهم الشخصية أو بصفتهم بصفة أخرى، هذا لا يعنينا، ونحن نتعامل مع مؤسسة الدولة. نثق في الرئاسة، نثق في الرئيس قيس سعيد، لكن لا نثق في ديوان الرئيس وفي مؤسسة الرئاسة وأعضائها. هكذا قيلت الجملة وهكذا تم تداولها لأكثر من مرة. آخرها عضوة كانت تنتمي لهذا لمؤسسة الرئاسة، ما نبعدش عليك بعيد ونسمي مثالش رشيدة النايفر، قالت نثق في رئيس الجمهورية لكننا لا نثق في مؤسسة الرئاسة. كيفاش قاعدين تتعاطاو مع التصريحات هذه؟ والله شوف، إذا رئيس الجمهورية إذا هي فما معناها فما ثقة في رئيس الجمهورية وعدم ثقة في أعضاء اللي يخدموا مع رئيس الجمهورية، كيف رئيس الجمهورية قاعد يخدم على أعضاء هذوما؟ أنا نحب نسأل السؤال هذا اللي يقول الكلام هذا. وإذا رئيس الجمهورية يشوف أنه العباد اللي دايرين به اللي يخدموا معاه بالوزيرة بالمستشارين الأولين بالمستشارين بكل الطاقم الموجود ما همش أهل ثقة، ما هي عنده السلطة التقديرية باش يبدلهم، علاش ما بدلهمش؟ نحب نطرح السؤال هذا، إذا فما إجابة يجاوبوني مثالش. ولكن نشوف نقول حاجة أخرى، راهو الآراء الشخصية أوكي محترمة ومقدرة وكل واحد عنده حق باش يقول رأيه في إطار التعددية والديمقراطية وما إلى ذلك، ولكن زاد أنه باش نشككوا في مؤسسة الدولة ونشككوا في عملية في عملها وفي إنجازاتها ألوغ كو معناها ستة ولا سبعة شهور التالي كنا في العجينة مع بعضنا ونخدم مع بعضنا، هذا زاد يعتبر معناها نوع من أنواع يمكن الـ 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 يعني المس من مشاعر حتى المشاعر الشخصية. لأنه شوف في الأخير راهو تقول وزيرة ولا مدير عام ولا اللي هو معناها فهمت، راهو زاد هذاك راهو شخص يتأثر بما يقال، خاصة وأنه يبدأ فيه افتراء وكذب. نفتح الباب للنقاش. محمد تفضل. سي وليد أنت سامحني، أنت كنت تحكي على المواقف السيادية للدولة التونسية، أنا معك صحيح تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة هذا واضح، ولكن الوضع الداخلي التونسي راهو يأثر على العلاقات الخارجية ويأثر في علاقة تونس مع الدول المانحة. لا بروف اللي كونوا المراكز السيادية الائتمانية في التقارير نتاعها عند تصنيف تونس تقول المشكل اللي فما تجاذب بين رأسي سلطة تنفيذية، فمش استقرار سياسي في البلاد. أنا نحترم النظام الديمقراطي ومادام في اطار دستور الاختلاف رحمه هكا ولا صحيح، ولكن وطنيا دوليا عند التعامل مع الاطراف المانحه ولا مع الدول الصديقه والشقيقه ولا مع الطرف الاجنبي
علاش ما نخلقوش آلية حتى الناس هذوما ربي يهديهم، نخلقوا آلية على الأقل باش توحد المواقف باش تبيننا البرة إن احنا متحدين ودايديننا المصلحة العليا للوطن. هذا من ناحية سي وليد. من ناحية ثانية رو أنت قلت كلمة عندك فيها الحق، رو الدول الصديقة والشقيقة وحتى اللي تحب تعاون تونس في حدة التجاذب اللي موجود، مانيش نحكي بلغة خشبية، نحكي في واقع اليوم ممكن المواطن العادي يعرفه، رو فما أحراج كبير للدول هذه، أحراج كبير جدا. يقول لك خويا أنا نحبش نعاون، جاني رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية هو رئيس الدبلوماسية التونسية، هو رمز الدولة بالدستور، ولكن تنفيذيا اللي باش ينفذوا المعاهدات وينفذوا القروض وينفذوا كذا هو رئيس الحكومة. هنا دور وزير الخارجية أين يكمن؟ خاطر دور رئيس الخارجية حتى في الظروف العادية حتى في ظل التناغم هو اللي ينسق بين رأسي السلطة التنفيذية. وإلى متى ونحن في الوضع هذا؟ شكرا سي محمد. معك 100% أنه الوضع السياسي الداخلي يأثر، وهذه غاكل جنرال معناها قاعدة عامة، يأثر على صورة تونس في الخارج معناها مهما كانت التجاذبات ومهما كانت يعني المشاكل الداخلية. ومعاك زادة أنه المستثمر الأجنبي وإلا الدولة الأجنبية بصفة عامة تتردد في التعاون مع تونس. هذا أنا شاطرك فيه الرأي. تقول لي آلية سي محمد، نحن باش نخلقوا حاجة جديدة يا أخي، نحن سي محمد عندنا دستور، والدستور يقول راهو فما عبد شخص معين في الدولة، مؤسسة في الدولة تقوم بعملية رسم السياسات الخارجية وضبطها وضبط التوجهات العام. يعني ليش ما نطبقوش الدستور؟ نخلقوا آلية ولوكو عنا نحن الآلية في الإكزيكوسيون سي محمد، معروفة زادة وكنا نخدموا هكا حتى قبل، يعني مش حاجة جديدة. راهو الرئيس الجمهورية هو الذي يحدد، ثم هناك وزارة خارجية تنسق مع الوزارات الأخرى، والوزارات الأخرى كل في ميداني وكل في مجال يقوم بتنفيذ السياسة دي بعد التنسيق وبالاستئناس بالتوجيهات الكبرى اللي رسمها رئيس الجمهورية اللي هو بالدستور هو رئيس الدبلوماسية التونسية. وليد سيد رئيس الجمهورية يرسم السياسات العامة بالضبط. بالتشاور مع الحكومة بالضبط. ولا في إطار نجم يعمل وزراء يرسم التوجهات السياسية العامة بالضبط. ولكن أنا اللي نتأسف له بصراحة زيارة سيد الرئيس الأخيرة لفرنسا في قمة دعم البلدان الإفريقية معناها ديدانها ومغزاها اقتصادي بالضبط. فش وين فماش هذا حكومة اللي مثلوا جانب الاقتصادي مثلا به نجاوبك سي محمد. هي شوف الخدمة العمل فلسفة وكل واحد عنده فلسفته في العمل. سيادة رئيس الجمهورية يرى أنه في زيارة هذه كان من المناسب أن يكون مرافق محافظ البنك المركزي اللي هو زاد شخصية وازنة في البلاد وعنده سمعته وعنده قيمته وعنده دوره في الاقتصاد الوطني، ومعه زاد وفد معناه أعضاء من الديوان الرئاسي من بينهم المستشار الاقتصادي لسيادة رئيس الجمهورية. فأعتقد أنه العملية هو زيد هذه قمة، هذه ما كانتش لقاء ثنائي تونسي فرنسي، هذه قمة قيلت فيها خطابات وقيلت فيها بلاغات وتم إصدار بيان عام، وتم البيان هذا موجود على الناس كل وينجموا يطلعوا عليه ويخدموا في إطاره، لأنه احنا تونس وقت شاركنا في القمة هذه اون ادير اوتوماتيكمون على كل ما سيصدر عن هذه القمة. فأعتقد أنه حضور وزير من عدم حضوره اوكي مع احترامي الشديد لكل الوزراء عندهم دور مقدر ومبجل وعندهم زاد مساهماتهم في الاقتصاد الوطني وفي الدولة التونسية، ولكن هذه فلسفة، وفلسفة سيادة رئيس الجمهورية رأى أنه من المستحسن أن يكون معه محافظ البنك المركزي ومستشار الاقتصادي وأعضاء آخرين من الديوان الرئاسي. فمحترم رأيك بالله، حاجة واحدة نأخذ على حكاية الإحراج، فعلا هناك إحراج للدول الأجنبية عندما يتم الحديث عنهم بهذه الشكلة. نعاود نقولها أنا وتحمل مسؤولتي فيها، راهو قاعدين نحرجوا في شركائنا كسواء دول ولا مؤسسات، كيقولوا عليهم الكلام هذايا ونقولوا راهو قاعدين ندخلوا فيها. كيفاش معناها دولة، معناها دولة بسيادتها بقانونها بمؤسساتها بكل شيء باستثماراتها بصناديقها السيادية نتحكموا فيها بأسماس وتليفون وواتساب؟ مش معقول. يعني إذا كي نحكيو حديث على الأقل نقولوا حديث متوازن مفهوم يقبل العقل السليم، ولكن إذا باش نبداو نحكيو في افتراءات بعد لما ملاك تقول لي ما تجاوبوش نجاوبوا، نحن قاعدين نجاوبوا، ولكن نجاوبوا على اللي يلزم يتجاوب عليه، واللي ما يلزمش يتجاوب عليه يمشي بالوقت ويمشي على روحه ما فما ما يخش برشا وقت. الحكومة التونسية طلبت من السيد رئيس الجمهورية دعم مساعاها في قطر لبلورة عديد الاتفاقيات. كيفاش قلت لي سي محمد؟ الحكومة التونسية طلبت من السيد رئيس الجمهورية كرئيس دبلوماسية تونسية في باريس دعم مواقفها باريس. معناها في باريس كدائرة عمل دبلوماسي في باريس. ما في باريس سي وليد. أنا الحقيقة نحب نسلك أولا على مآل
الحوار الوطني، خاصة اليوم شفنا السيد نور الدين الطبوب يجدد تمسك الاتحاد بهذه المبادرة. ونحب نسألك زيادة على موقف تونس من القضية الفلسطينية وما قدمته رئاسة الجمهورية التونسية في هذه القضية اللي تعتبر من ثوابت الدبلوماسية التونسية وسياساتنا الخارجية، خاصة بعد العدوان الأخير على في فلسطين، وفماش مشاريع مستقبلية لمؤسسة رئاسة الجمهورية. بارك الله فيك. بالنسبة للحوار، الحوار هذا طال الحديث عليه وكثر الحديث عليه والصياغ وكأن رئاسة الجمهورية أصبحت هي المعطلة للحوار. حب نذكر بالكرونولوجي متاع حكاية الحوار. السيد الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل اقترح مبادرة للحوار، عرضها على سيادة رئيس الجمهورية، سيادة رئيس الجمهورية قبل بهذه المبادرة على أساس أنه يكون فيها شوية تعديلات، خصوصا على مستوى الطريقة والشكل، على مستوى المشاركين، على مستوى والمضامين، وخاصة تشريك الشباب ورؤى جديدة. ما نعملوش حوار من أجل الحوار، حوار من أجل ناخذ صور تذكارية ولا باش نخلدوها في التاريخ، ناريخ نقولوا فلان قعد مع فلان وعملوا حوار ومن بعد ما خرجوا بحد شيء، وإلا باش يكون التوافق المغشوش. فكان هذا الرأي متاع سيادة رئيس الجمهورية. ثم تم الحوار، يعني هذا الرأي متاع رئاسة الجمهورية. أبقى أنا نقول لك حاجة جديدة بالنسبة للحوار، هو أنه نحن مستعدين ونحن نتجه نحو صيغة جديدة للحوار من خلال جمع العديد من الشخصيات الوطنية التي يمكن لها أن تقدم حلول وتقدم تصورات جديدة لحل الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية وحتى الثقافية. شخصية وطنية تونس اعتبارية في عديد المجالات، شخصية وطنية اعتبارية ممكن أن تدلو بدلوها وتقدم مقترحات عملية تنجم تخلينا نقدموا شوية ونخرجوا من عنق الزجاج. بالنسبة لفلسطين حتى لكن سمحني سي وليد الحاجة، ما تشوفش اللي ضاع برشا وقت كمان، ضاع برشا وقت. علاش مثلا فكرة كيما الفكرة اللي طرحتها سيادتك توا، علاش ما جاتش من الأول؟ علاش قعدنا في هو حتى نفسه الاتحاد العام التونسي للشغل وأمينه العام في وقت من الأوقات ما ضيعوا الفتلة متاع الحوار الوطني؟ هل الرئيس ماشي معاهم؟ هل مش ماشي معاهم؟ هل يعني قعدت الأمور في ضبابية مطلقة؟ ومانيش فاهمين وين ماشيين، مع العلم انه هذايا في الوقت. علاش نقول نسال فيك على الوقت؟ ازمتنا ماشيه وتتعقد راهي، ازمتنا ماشيه وضايع فيها برشا وقت والحل مازال بعيد برشا. هذاك علاش نسالك، علاش ما جيش من الاول هذا؟ تفضل. بالنسبه علاش ما جاش من الاول، شوف احنا الحوار بالسيد رئيس الجمهوريه كان من دعاه الحوار وقابل الحوار، ومن الاول كنا مستعدين للحوار. طبعا قلت لك فما ضوابط وفما شويه صياغ وفما يعني تعديلات، وكانت ما كان ماشيين في، ولكن السؤال هذا لا يطرح على مؤسسه رئاسه الجمهوريه. على من اذا؟ والله انا راني هنا ممثل رئاسه الجمهوريه، نجم تستدعاه الاطراف الاخرى اللي تم الاطراف الاخرى. نقول لك البلوكاج صاير في على مستوى رئاسه الجمهوريه ورئيس الجمهوريه ولا حاجه تخرش من هكا صراحه. قلت لك رانا كنا مستعدين باش نقعدوا الحوار، التعديلات صغيرة، ابقى اطراف اخرى يعني ولا عنده حسابات اخرى ولا ليه عنده الاطراف الاخرى شكون؟ لا عاد ما نحكيش باسم لاعب، انا ما نخدمش برشا بقايا، انا نخدم في رئاسه الجمهوريه. ممكن تقول لي اطراف اخرى، بالاطراف الاخرى مثلا تقول هاني قلت لك وصلت لك وجهه النظر الاخرى، لا تقول لك البلوكاج صاير غادي، انت تقول لي اطراف اخرى، شكون الاطراف الاخرى؟ شوف ثم الاتحاد العام التونسي للشغل، ثم الاحزاب، ثم برشا اطراف. شوف الاتحاد العام التونسي للشغل برموزه بشخصياته بقياداته بمناضليه على راس العين ومحترمين ولهم كل التقدير والاحترام والشكر زادة على دورهم الوطني اللي قاعدين يقوموا فيه. ابقى الناس تعرف وانت زادة لما لك تعرف والناس كل تعرف وين البلوكاج، ما هوش في رئاسة الجمهورية انا ناكدوا. ابقى مش انا نقول لك وين البلوكاج، والله انا بدي كان نعرف رانا حاولنا نحلوها. البرامج المستقبلية خلي كمل نعد سؤالك. البرامج المستقبلية شوف نحن نشاطنا في 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 الديوان الرئاسي متعدد معناها في عديد من الاختصاصات. على مستوى الدبلوماسي ان شاء الله باش يكون فما زيارات لسيادة رئيس الجمهورية الى الخارج الى اوروبا. تحدثنا زاد على جولة إفريقية لسيادة رئيس الجمهورية باش تكون مع رجال أعمال، إن شاء الله نحاولوا يكونوا معنا رجال أعمال باش نعملوا جولة في بعض الدول الإفريقية المهمة بالنسبة لنا. أيضا باش تكون هناك زيارات إلى العالم العربي. أنا شفت في التقرير نتاعكم قلت زيارات قليلة جدا لسيادة رئيس الجمهورية في المدة الرئاسية نتاعو، صحيح قليلة الزيارات، ولكن لازمنا نسألوا علاش قليلة الزيارات. الزيارات هذه
قليلة. أولا على خاطر عنا كوفيد، على خاطر فما رؤساء دول كانوا باش يجيونا وللأسف في آخر وقت تأجلت، على خاطر فما دول كنا باش نمشيو لها وفي آخر وقت تأجلت باعتبار الكوفيد. فلابد بجد ما نحطوه الإطار في الكونتكست جنرال نتاعو باش نفهموا هالنشر. ولكن على كل حال هاو في المدة الأخيرة كانت فما مصر ثم فرنسا ثم بروكسل ثم إن شاء الله بتدخل في الشهر الجاي فما، ولا في الشهر هذا فما نشاط آخر. فالحركة موجودة، ولكن زيادة شوف إلا مالك الحركة من أجل الحركة ما عندها حتى معنى. نحن نحب الحركة، سمحني استخليفة كلمة أخيرة، نحب يكون الحركة ومعها بركة ومعها حاجات كونكريت تجي للشعب التونسي. نحن نحاول في كل زياراتنا حتى كان ما حصلناش حاجة اقتصادية نحصلوا دعم سياسي أو ثقافي لتونس. ثم سؤال قبل ما نعدي الكلمة الخليفة ما يقعدش في قلبي، أنت دولي متي لا لا باش نعدي له الكلمة وعلى عيننا وراسنا خليفة، وقتاش بشوفوا رئيس الجمهورية في حوار مطول مع وسيلة إعلامية تونسية؟ هذا سكوبة سيكون هناك قريبا إن شاء الله، ونقعدين نخدم على هذا إن شاء الله. يكون لسيد رئيس الجمهورية حوار مع قنوات، مش قنوات، قنوات تونسية، ويحكي للشعب التونسي ويوصل له أفكار، ويوصل لهم أفكارهم ويسمع الأسئلة اللي هي تعكس تطلعات الشعب التونسي. إن شاء الله إن شاء الله. ليش لي قناة تونسية ولا أكهو؟ يلا السؤال الأول، كيف تقدرون إقالة السيد رئيس هيئة مكافحة الفساد؟ لأنه معروف التعيين والإقالة والتعيين والإقالة وقضية أداء اليمين أمام السيد رئيس الجمهورية هو يجي في الكونتكست متاع التجاذبات السائد بين الرئاسة والحكومة. ثانيا على المستوى الدبلوماسي لا أفهم لماذا العلاقات شبه مجمدة مع سوريا، وهذا إرث سابق عليكم صحيح، إلى اليوم لا أفهم الحقيقة أنه ما عندناش سفير في علاقة بسوريا. من أعتقد سوريا عندها عركة مع تونس وما صارش هذا، أعتقد المفروض يدخل ضمن يمكن الوقت مكفيش استراتيجية رئاسة في التوسع الدبلوماسي. شي استراتيجية رئاسة تونس الحالية في علاقة بالانتشار الدبلوماسي، هل هي ستدخل مناطق جديدة أم بتمشي في سياسة تقشف وتنقص من ميزانية السفارات وغيرها عملتها بعض الدول، أنه بتخصص دبلوماسيتها العربية وهي تقريبا تعتبر المشرفة على القمة العربية الآن، وما شفناش الحق تنشيط دبلوماسي في علاقة بالقمة العربية حتى في القضية الفلسطينية إلا عبر ثنائيات، إلا عبر ثنائيات ما شفناش دعوة لاجتماع القمة العربية أو موقف عربي موحد. كيفاش تقدرون هذه الأمور أستاذنا؟ باهي سي خليفة، بالنسبة لملف موضوع هذا إقالة السيد رئيس هيئة مكافحة الفساد، نحن ما عندناش الحيثيات، مازال القرار كيتخذ سيرفع، وممكن عش ما أعتقدش أنه يعني نحكيو فيه بعد ما نطلعوا أكثر على حيثيات هذا القرار وبعد ما نشوفوا أسبابه ومسبباته، ويعني بصراحة ما عنديش حاليا تعليق على هذا القرار. بالنسبة للعلاقات مع سوريا، أنا أقول لك سي خليفة علاقاتنا مش مجمدة مع سوريا، سفارتنا لا سامحني سفارتنا مفتوحة تخدم على السفير. شوف سي خليفة مش لازم رمزيات، انت ادرى لا 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 معك 1000% ما فما السفير وفما رمزيه انه يكون موجود سفير فما رمزيه، ولكن احنا شنو نحبوا من سفاراتنا؟ نحبوا من سفاراتنا تخدم وتكون افيكاس. نحن توا في سوريا، ما هي علاقتنا بسوريا في الوضع الحالي، الوضع الخاص اللي ان شاء الله تتعدى سوريا في اقرب وقت، وضع امني، وضع يعني فيه شويه في عناصر ارهابيه في هناك طاقم دبلوماسي تونسي يشتغل على مستوى قائم بالأعمال بالنيابة وقاعدين يخدموا على رواحهم، ونحييهم ديجا أنا بالمهل المناسبة لأنهم يعني قاعدين يعملوا في مجهودهم على حد الإمكانيات ولا حد المطلوب منهم، ولكن هذا ما يعنيش أنه علاقاتنا مع مجمدة مع سوريا. سوريا بلد شقيق وبلد يعني عربي نفتخر به ونفتخر بحضارته وبمقام الدبلوماسي ياسر في جواب لا 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 وقع العودة بالسفير في سياق سياسي معين، عودة السفير هي رسالة سياسية معينة. معاك ولكن نحن كما قلت لك راهو السفير في سوريا ولا في بغداد ولا في نيويورك ولا في واشنطن راهو سفارة اوبليغاسيون دو ريزولتا، حاجتنا بالنتيجة. اوكي على مستوى السفير باش تكون النتيجة افضل، وان شاء الله علاش ليه يكون فما سفير على قريب، ولكن نحب نقول لك راهي العلاقات مع سوريا لا تضبطها فقط العلاقات الثنائيه، فما زاده قرارات جامعه الدول العربيه وفما قرارات مجلس
الأمن، فنحن أعضاء في مجلس الأمن وأعضاء في جميع الدول العربية، وملزم وما يعني محمل علينا أن نلتزم بالقرارات التي تم اتخاذها على مستوى جميع الدول العربية. تقول نرجع لجميع الدول العربية وتقول لي تونس إيش عملت في فلسطين وهي رئيسة القمة العربية و أنا أقول لك سخليفة. لا مقولش تونس إيش عملت، موقفها مشرف، هذا من أقصى حال. لا لا، قلت على مستوى التحريك الدبلوماسية العربية المشتركة على مستوى القمة. على مستوى القمة، شوف هذه قرارات القمة واجتماعات القمة تتم عن طريق التوافق، والتوافق هذا على مستوى العربي الناس كل تعرفوا أنه يعني عملية صعبة وشاقة ولابد لها من عمل طويل، وهذا ما يعنيش أنه ما قمناش بهذا، هذا أولا. ثانيا على مستوى تحريك الملفات العربية، راه مش مستوى القمة برك، راه على خاطر مثلا في مستوى مجلس الأمن بالنسبة للقضية الفلسطينية أو غيرها، نحن دفعنا عن القضية الفلسطينية من منطلق انتمائنا ورئاستنا للمجموعة العربية، ومن منطلق يعني تشبثنا بالمبادئ وبالقيم وبالقرارات جميع الدول العربية، لأنه نحن كي نخدموا في نيويورك ولا في اي ما في اي بوست ملتيلاترال تونسي اخر، راهو عندنا قرارات نتاع جميع الدول العربيه التي لابد ان نحترمها ونطبقها، لانه في الاخير نحن عضو عربي في مجلس الامن، فنطبق زاد القرارات نتاع جميع الدول العربيه. بيان، تقول لي القمه ما فماش حاجات كبيره، شاطرك نقول لك ايه، ولكن هل تعتقد سي خليفه انه تونس هي السبب في انه ما فماش تفعيل لجميع الدول العربيه على مستوى النشاط؟ مش سبب، لا ما نحملوهاش مسؤوليه. نختم بسؤالك سؤال محمد. سؤال الأخير، برشا توانسة تسألوا وقت السيد الرئيس باش يخرج كيما رؤساء الدول الكل يقوم بعملية التلقيح. شوف عملية التلقيح هذه رانا رمزية، عندها رمزية رمزية، ولكن زاد عندها رمزية وقت نعطي فما إشاعة بربي سماع سي وليد، فما إشاعة خلي جاوبني سي وليد ومن بعد تكلموا على الإشاعة. في السياق في السياق على أنه رئيس الجمهورية وأعضاء الديوان الرئاسي ملقحين، ما سمعناه الناس الكل زاد. نرجع سي محمد، قبل سي محمد الرمزية أنه سيد رئيس الجمهورية يتلقى التلقيح معك فيها معك، ولكن فما رمزية أخرى أنه سيد رئيس الجمهورية يحترم الأولويات ويعطي الأولويات. شوف 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 التقدير الأولويات رأى سي محمد في وضع رئيس دولة ماهوش تقدير بالمنظومة تاع التلقيح. خاطر سي وليد وزول سنتي خجب لانسكريبسيون في لي فاكس معاك معاك يخرج السيد رئيس الجمهوريه يلقح اشاره ايجابيه. سالتني تشوف يطلعوا مليون في سالتني خجب سالتني خجب قلت لي انت رمزيه وتقول لي الاولويه في التلقيح، ولكن عند سياده رئيس الجمهوريه الاولويه مش نتاع مره، الاولويه نتاع انك تتسهر على شعبك وانه تجيب له التلقيح، هذه الاولويه، واحنا مش هاربين وتلقحوا. وبالنسبه ليك سي رياض، راهو لا رئيس الجمهوريه ولا اعضاء الديوان الرئاسي وانا منهم ما تلقينا التلقيح الى الدقيقه هذه، يعني كنا ماناش ملقحين. شكرا لك وليد الحجامه الملحق بالدائره الدبلوماسيه لرئاسه الجمهوريه، شكرا لك على تلبيه الدعوه، شكرا لك محمد خليفه رياض، يعطيكم الصحه انتم على حسن المتابعه. الليله لكم موعد مع زميل عادل بهلال وكامل فريق التاسعه سبور على قناه التاسعه. صباح الخير ناس الكل.